Centre Mohamed Hassan Louazani pour la démocratie et le développement humain. محمد المركز على رأسي هذا الموضوع. المفروض أن يكون في كل سنة في التاريخ أن يكون موضوع من هذه المواضيع حول فكر حسن الوزني، سواء موضوع المواضيع الفكر الذي تناول مواضيع عدة سياسية متعددة، أو تلقى من موضوع المواضيع في دراسة موضوع راهي. وأشكر الدكتور منظمي على تقليدي شرف رئاسة هذه الجلسة، كما أشكر الحضري على تلبية الدعوة والمشاركة في هذه الندوة. مواضيع هذه الصباح هي ثلاثة: البقاء تدور حول فكر محمد حسن الوزني، الموضوع الأول متعلق بالديمقراطية الليبرالية، الموضوع الثاني الفرد والدولة في فكر محمد حسن الوزني والإخلاق السياسي. واقع أنا وأنا في طريقي إلى هنا تأملت في تعبير أو عبارة راهبية فكر محمد حسن الوزني. فعلا هذه مواضيع أساسية ومهمة وتشكل عصارة الفكر السياسي منذ العهد القديم: الديمقراطية والفرد الدولة والإخلاق في السياسة إلى آخره. لكن هذه السنة، وهذا ما أثار انتباهي، أننا لأول مرة سنستمع إلى مواضيع في سياق دولي وإقليمي وعالمي مغاير. الواقع لأول مرة الديمقراطية الليبرالية هي تمر بأزمة عميقة جدا في عقر ظاهر في الغرب، ولأول مرة الغرب يتساءل عن أسس هذه الديمقراطية نظرا لصعود الخطابات الجديدة بالطبع شعبية بالطبع سلطوي. بالتالي فراهينية هذا الفكر محمد حسن الوزني والديمقراطية وكل المواضيع السياسية التي تناولها هي الآن هي في الحقيقة راهينية دفاعية، لأن حتى الآن كان الكلام عن هذه المواضيع كان كلام يعني هجومي، الآن أصبح كلام دفاعي ومقاوم. فهذه الراهينية إذن هي راهينية ضد التيار، تيار جارح الآن، راهينية مقاومة، راهينية مقاومة. وما هو المطلوب الآن هو تكرار ما قيل، ولكن كيف يمكن تجديد الفكر الديمقراطي أمام هذه التحديات الجديدة؟ نستمع الآن، نسمع الخطابات الشعبوية ونسمع بعض المفاهيم الآن التي بدأت تدع كمفهوم الديمقراطية لا ليبرالية أو مفهوم الديمقراطورية، يعني الديكتاتورية الديمقراطية الديمقراطورية أو الشعبقراطية. يعني هذه الأشياء كلها أدخلت بعض المفاهيم الجديدة وأدخلت بعض التحليلات وحتى الأسس الديمقراطية الليبرالية التي كانت هي نموذج حتى منذ 1945 وخصوصا منذ 1985 بعد انهيار الجدار البيئي،
كانت الديمقراطيه الليبراليه هذه نموذج حتى انه في 1997 تم تبني تصريح عالمي للديمقراطيه بهذا المفهوم، و في ذلك الوقت تم اقرار اليوم الدولي للديمقراطيه في 15 شهر كل سنه، وهو اليوم الذي اختير هذه الندوات في هذا المركز. وبالتالي فاننا نحن الان اذا لتحدي جديد، الديمقراطيه الان هي في تساؤل او تواجه تساؤلات لطرح اعاده تفكير جديد في اسس الديمقراطيه الليبراليه كما عشناها اليوم. وبدون ان اطيل ساضيف فقط خبر، هو اننا في هذا المركز ونحن طلاب من الباحثين منهم السيد والسيد فريد حول مشروع كتاب حول محمد حسن الوزني، فكر محمد حسن الوزني في فينوسوس انطولوجي دو لا بونسي بوليتيك دو حسن الوزني، ماشي دراسات حول حسن الوزني ولكن كتابات ونصوص للحسن الوزني الاساسيه التي تعطي نظره شامله على فكره السياسي. وبدانا في هذا المشروع منذ تقريبا 3 سنوات ولكن لم نكمله نظرا او الاعتبارات كثيره جدا بالاشغال التي تاخذنا جميعا. فوجدنا بعض العوائق العقبات في تصور هذا الكتاب هذا المشروع. كيف سنختار النصوص؟ هل سنختار النصوص على اساس ترتيب موضوعاتي او ترتيب زمني؟ ثم اي لغه؟ لان الفكر محمد حسن الوزني او كتابات حسن الوزني هي باللغه الفرنسيه او باللغه العربيه، هناك كثير من النصوص التي ترجمت سواء الى الفرنسيه او العربيه، فهذه كلها صعوبات. الان سنجد هذه الفرصه لادعو السيد فادي وان كان وهو حتى هناك لجنه اخرى سنضاف الينا لنكمل هذا المشروع في الواقع، لانني اتيت هنا وتشبهت به كثيرا وان تعثرنا في تحقيقه مع الاسف الشديد. طيب دون ان اطيل اكثر اعطي الكلمه اولا للاستاذ معروف دفالي عفوا جامعة الحسن الثاني بالطباع وأستاذ التاريخ المغربي المعاصر الراهن حول موضوع الديمقراطية الليبرالية في خطاب محمد بن حسن الوزني. تفضل. شكرا. شكرا سيدي الرئيس. شكرا. تنظيم هذه الجلسة بما أن الوقت قد زحمنا فسنخصص 20 دقيقة لكل مداخلة لنخصص نصف ساعة للمناقشة. لك الكلمة. ما عندوش شو الصوت؟ الليبرالية ثم نقطة ثالثة متعلقة بالديمقراطية الليبرالية. في حفل التحبيب الذي أقيم بمدينة فاس بمناسبة الذكرى الأربعينية لوفاة محمد بن حسن الوزاني، والذي شارك فيه عدد من كبار رجال السياسة والثقافة، أجمع المشاركون في كلماتهم التحبيبية على فضيلتين أو قيمتين رئيسيتين ضمن القيم التي تشبث بها صاحب الذكرى، تم اعتبارهما على رأس ما ميز حياته وعلى رأس الفضائل التي ربط بينه وبينها الثبات والدوام والاستمرار، وهما قضية الوطنية وقضية الديمقراطية. فمن بين ما عبّن به أحمد معنين الوزاني وصفه له بأنه كان جزءا لا يتجزأ من تاريخ المغرب الحديث ومن جهاده ضد الاستعمار. وفي نفس السياق اعتبره عبد الكريم غلاب
اسمان بارز، اسمان برز في حلبة النضال الوطني وحلبة التعرض للقمع في سبيل الوطنية، وصنفه وطنيا عمل في سبيل الوطنية. ومع ليعتا فقد اعتبره علما من أعلام الحركة الوطنية المغربية وأحد أعمدتها الذين لعبوا وخاصة في الثلاثينيات دورا بارزا في إيقاد الحس الوطني لدى المغاربة وشحذ هممهم وتعبئتهم من أجل التصدي للاحتلال الأجنبي. وذكر في كلامه بموقفه الذي كان يعتبر الاحتلال الأجنبي عدوا رئيسيا وكيف كان يحث على مكافحته بدون هواني، كما صنفه عبد الرحيم عبيد بأنه فقيد الوطنية المغربية. وفيما يخص قيمة الديمقراطية فمثلما أكبر أحمد معنين في الوزاني جهاده ضد الاستعمار، أكبر فيه كذلك كفاحه لإرساء دعائم الديمقراطية والحكم الدستوري في الربوع المغربية. وصفه بأنه كان المدرسة الديمقراطية الحرة الإيجابية التي تساير مصالح الشعب والقيم الوطنية والروحية. وذكر عبد الكريم غلاب أن العمل التالي العظيم الذي تحل به نضال الوزاني بعد الوطنية كان هو إيمانه بالديمقراطية، كما وصفه بأنه كان في مقدمة المناضلين من أجل الديمقراطية، ورأى فيه مناضلا شجاعا حينما نادى بالديمقراطية مع الاستقلال. واعتبر عبد الرحيم بوعبيد عطاء الوزاني بعد الحرب العالمية الثانية امتدادا لعطائه في الثلاثينيات لما قارن معركة التحرير بمعركة الديمقراطية الصحيحة، ولما عمل على تحرير الإنسان المغربي من كل أنواع السيطرة والاستغلال، ولما واصل كذلك كفاحه في عهد الاستقلال من أجل إرساء أسس الديمقراطية. وفي سياق الحديث عن ربط محمد بن الحسن الوزاني بين الاستقلال والديمقراطية، رأى علي يعتى أن خير ترحم على الوزاني هو استمرار الوطنيين في ربط التحرير بالديمقراطية. وللإشارة فكل من ذكروا في حفل التعبين فكل من ذكروا في حفل التعبين بالتوجه الديمقراطي للوزاني كانوا على وعي بالفلسفة الفكرية الكامنة وراء نوع الديمقراطية التي كان ينادي بها والشكل المطلوب فيها، فوصفوا تصوره لها بأنه كان مبنيا على اعتبار الديمقراطية هي المؤسسات السليمة وأسلوب المعاملات الطيبة الناجعة، وهي الديمقراطية التي كان يلخصها في فكرة الشورى ويطالب بتجسيدها في تنظيم حياة نيابية وانتخاب مجالس توتيرية على كل الأصعدة واحترام الحريات العمومية والفردية بالنسبة لسائر المواطنين دون ميز. وللتأكيد على هذا التوجه الليبرالي عرج المتدخلون على العديد من الخصال الليبرالية التي آمن بها الوزاني وطالب بها من قبيل الحرية والفردية والعقلانية والتسامح والمساواة. فما هي بعض مرجعيات الوزاني الليبرالية؟ وما هي المحطات الكبرى التي مر منها لتوجه هذا التوجه ولمعانقة هذا المشروع؟ رغم مختلف السلبيات التي حملها، يعني هذه المحطة الأولى هي محطة دخول الفرنسيين إلى المغرب والتحولات التي وقعت على المجتمع وما علاقتها بالفكر الليبرالي وحتى بالحياة الليبرالية. رغم مختلف السلبيات التي حملها نظام الحماية للمغرب، فإن هذا النظام خرج المغرب من عزلته الطويلة وجعله ينفتح على العالم الخارجي وعلى أوروبا خاصة سفرا واستقبالا، وهو ما كان من الاطلاع على شؤون الأوروبيين ومن الاحتكاك بهم والتعرف على فكرهم والاستفادة من تجاربهم في ميدان التطور والتجديد وفي مجال اقتباس جوانب من الحياة العصرية وجوانب من ثقافة الحداثة
بنوع من التوأدة التي حافظت على نوع من التوازن بين الحضارة الموروثة وبين الحضارة الأوروبية في مختلف المجالات، وتحاشت أي صراع حقيقي بين دعوة التجديد وقوة التقليد وأي معركة فكرية حقيقية بينهما، بشكل يسر نسبيا مامورية تدرجات التطور والترقي. لقد استفاد الوزاني وجيله من هذا المناخ الجديد وما كان يروج فيه من نقاش في أوساط المجتمع، وكانت الدراسة العصرية مكملا رئيسيا وضح العديد مما كان يتم التقاطه، كما كانت أصداء النهضة والانفتاح الفكري في الشرق العربي منهلا آخر للفكر الليبرالي بالمغرب، وكانت مصر كما يقول الوزاني في طليعة الأقطار الناهضة التي أثرت في حركة التطور والتجديد أثناء نشأتها بالمغرب، سواء من خلال أحزابها السياسية والتي أثرت الأحزاب الليبرالية منها كثيرا في الوزاني مثل حزب أحرار الدستوريين عبر جريدته السياسة التي كان يعتبرها الوزاني من أحسن الصحف السياسية العربية ومن أعظمها انتشارا وتأثيرا، وجريدة السياسة الأسبوعية التي كان كثير من شباب المغرب يتهافتون على مطالعتها، وكان هو نفسه من المداومين على قراءتها لما كان طالبا في باريس، وكذلك لما عاد إلى المغرب بعد إتمام الدراسة، والتي حدد أهميتها في أنها كانت وسيلة تثقيف وتوجيه في مجالات متعددة، وخاصة منها مجال الثقافة العامة والسياسة والقانون منها خاصة. كما كانت هذه الجريدة من حيث التداول والإقبال في رأيه من كبريات الصحف السيارة التي يقبل عليها القراء في كل قطر عربي وحتى في العواصم العالمية التي بها جاليات عربية وطلبة عرب. ولا شك أن إعجاب الوزاني بحزب الأحرار الدستوريين وصحافته كانت من بين العوامل التي جعلته يصدر في بداية الستينيات جريدة ناطقة بلسان حزبه حزب الدستور الديمقراطي تحمل نفس العنوان، يعني جريدة السياسة. إذن بالنسبة لنا هذا مؤثر ليبرالي مشرقي واضح في محمد الحسن الوزاني، يعني أعتذر ومثل حزب الأحرار الدستوريين هذا مؤثر آخر مش حقيقي كذلك، تأثر الوزاني بحزب الوفد الذي كان يعتبره أعظم حزب في مصر الحديثة بسبب برنامجه الذي كان يطالب باستغلال مصر وبإرساء الحكم الدستوري والحياة النيابية وكذا بإصلاح المجتمع المصري في كل مجال وبصيانة الوحدة بين المسلمين والأقباط كمواطنين مصريين. ويذكر الوزاني أن الشباب الناهض أو الشباب الوطني في المغرب أواخر العشرينيات وبداية الثلاثينيات كان شديد الاهتمام والتأثر بحزب الوفد وبزعيمه سعد زغلول وبسياسة هذا الحزب وخطته في الكفاح السياسي والأسلوب التوجيهي لجماهير الأمة من خلال ما عرف عنه عبر الصحافة الوفدية والصحافة العربية التي رددت أصداء نشاط هذا الحزب ومجموعة خطب سعد زغلول وكلماته المأثورة والكتب التي ترجمت له والشعراء الذين أشادوا بجهاده وخلدوه للأجيال، بالإضافة إلى ما نقله بعض شباب فاس الذين استقروا حوالي 7 أشهر بالديار المصرية من أصداء حول النشاط السياسي في مصر في تلك الفترة وحول جهاد الوفد بقيادة سعد زغلول. ومن آثار سعد زغلول وحزب الوفد على الشبيبة المغربية في مجموعة من الكتابات أن نشيد حزب الوفد أصبح نشيداً يردده شباب الوطنية المغربية الناشئة أواخر العشرينيات، ويمكن أن نستشهد ببعض أبياته لفئة ليبرالية واضحة، وليحيى الشعب يؤيده
شبان وفلاح القرية وليحيى سعد ومن معه ولتحيى ضحايا الحرية ولينزل غضب الشعب على من يتصدى للوطنية. ومن تأثير حزب الوفد على الوزاني نشير إلى أن هذا الأخير ولما أصدر جريدة الأكسون دي بيبل من مدينة فاس سنة 1933 اتخذ له شعار أحد الأقوال المقتورة لسعد زغلول بعد أن ترجمها للغة الفرنسية، وهي قولة تمجد حرية الصحافة، مضمونها هو الصحافة حرة تقول في حدود القانون ما تشاء وتنتقد ما تريد، فليس من الرأي أن نسألها لما تنتقدنا، بل الواجب أن نسأل أنفسنا لما نفعل ما تنتقدنا عليه. من مؤثرات الليبرالية الأخرى كذلك ما كان يجري في تركيا أو ما يسمى في التاريخ بحرب التحرير بتركيا. الشبيبة المغربية ومنها الوزاني تأثرت بحركة جمعية الاتحاد والترقي، وأساساً في جانب نشاطها ضد الاستبداد والحكم المطلق في دولة الخلافة العثمانية. وكانت الكتب التي عالجت الموضوع متداولة بين هؤلاء الشباب، وخاصة منها رواية الانقلاب العثماني التي كتبها جورج زيدان وصور فيها حركة النهضة التركية وأنظمتها السرية وأنشطتها في سبيل البعث والحرية. ويذكر الوزاني أن هذه الرواية كانت موجودة في كل البيوت، وقلما كانت تخلو منها مكتبة مغربية. كما يذكر أن رجال النهضة والإصلاح المغاربة والقضايا التي كانوا يدافعون عنها كل ذلك يعني التركيين كل ذلك كان معروفا لدى شبيبة العشرينيات بالمغرب. ومن الشخصيات التي أثرت كثيرا في هذه الشبيبة شخصية مدحت باشا الذي اعتبره الوزاني أبو الأحرار نظرا لما قام به من محاربة للظلم والاستبداد وما ينشأ عنهما من فساد الدولة والمجتمع وما قام به من كفاح في سبيل الحكم الديمقراطي الدستوري إلى جانب رجال تركيا الجديدة وعلى رأس مصطفى كمال الذي قاد حركة القومية التركية. وعن أثر حرب التحرير التركية في المغاربة يذكر الوزاني أن هؤلاء كغيرهم من المسلمين كانوا يعتبرون حرب التحرير التركية كأنها حربهم، فتحمسوا لها وتتبعوا وقائعها وجعلوها حديثهم وأملهم، ونفخت فيهم روح الوطنية بأكثر ما كانت تتأجل في أفئدتهم، وزرعت فيهم بذور النهضة والحرية والكفاح والتضحية في وقت كانت فيه المقاومة المسلحة مستمرة ضد المحتلين، وكان فيه الشباب يتأهب سرا لتلبية نداء الواجب الوطني والنزول إلى ميدان العمل. بالإضافة إلى هذين المؤثرين أذكر كذلك مؤثرا آخر هو بعض الكتب التي كانت تأتي من المشرق وخاصة من مصر، وسأقتصر على الكتب ذات النفحة الليبرالية أساساً. فقد اشتهرت شبيبة الحركة الوطنية بالإقبال على قراءة الكتب الواردة من المشرق وخصوصاً منها الكتب الفكرية والسياسية. طبعاً سأذكر بعض الكتب التي شاهدتها في مكتبة الوزاني قبل أن يتغمدها الله وحياتها. من بينها عندها منحة مشرب ليبرالي التي لا شك أنها ساهمت في تأثير عليه وعلى أمثاله، ثورة 1919 أو تاريخ مصر القومي من 1914 إلى 1921. هذا كتاب كتبه شخص اسمه مصري اسمه محمد عبد الباري، وكتاب آخر لنفس الشخص اسمه الحرية والدولة. الكتاب الآخر الذي لا شك كذلك أنه أثر في الوزاني ولماذا كتاب شكيب أرسلان لماذا تأخر المسلمون وتقدم غيره، وهذا الكتاب نشرته جريدة الرأي العام في نهاية الأربعينيات على حلقات، يعني أنهم كانوا مهتمين بهذا الكتاب بشكل كبير. ثم كتاب مجموعة خطاب سعد زغلول وكتاب تحذير المرأة والمرأة الجديدة لقاسم أمين، يعني يقول لهم، وكتابات أحمد لطفي السيد. هذا الخزانة ديال الوزاني كنت شفت أنا شارب هذه الكتب كلها ديال لطفي السيد من هال المذكرات دياله، وكتابات محمد حسين هيكل وكتابات طه حسين. وأحد الكتب يحمل عنوان الاتجاه الثقافي عند الأتراك المحدثين،
أو تاريخ التجديد في تركيا، وكتبه شخص اسمه أحمد محي الدين، وغيرها من الكتب التي سجلت مراحل النهضة الفكرية والثورة السياسية آنذاك، ليس في المغرب فقط بل في كل العالم العربي الذي أصبح يتخذ المشرق قدوة. محطة أخرى هي أواخر العشرينيات وهي فرنسا، فدراسة الوزان في فرنسا واختياره للعلوم السياسية كل هذا فتح ذهنه أكثر على الليبرالية وعلى الرموز الليبرالية عبر التاريخ على مستوى الدراسة. على المستوى العملي اشتغل ليبراليا بهذا الشكل أو ذاك بانضمامه إلى مجموعة من الجمعيات سواء المشرقية أو الجمعيات المغاربية مثل نجم شمال إفريقيا ومثل جمعية طلبة شمال إفريقيا المسلمين ومثل الجمعية الإفريقية للجمعية العربية، يعني كل هذه الجمعيات مارس فيها الوزاني نوعا من الليبرالية السياسية، كما أنه كان مواظبا على حضور بعض جلسات البرلمان الفرنسي ويستمع إلى النقاش الدائر هناك، وشارك في العديد من المظاهرات يعني التي كانت تطالب بحق المقيمين في فرنسا أكثر. والمحطة الأخرى وهي محطة مهمة كذلك هي محطة المنفى. في محطة المنفى اهتم الوزاني بتعميق يعني زاده من الليبرالية بشكل كبير، وترجم بعض الكتب أحدها سيقرأه الأستاذ إقبال، كما أنه في المنفى أساساً من يتتبع قراءته في المنفى سيجد كيف أنه حاول أن يعمق جهده بحثاً عن تأصيل للليبرالية في الفكر الإسلامي، ومن هنا تعرف كثيراً على عمر بن الخطاب علي بن أبي طالب، ودرس فكر المعتزلة بشكل عميق، ودرس بعض الإشارات المتعلقة بابن رشد. كل من يقرأ كتاباته في هذه المرحلة يلاحظ هذه البصمات يعني في يعني كتاباته، ومن هنا يعني راودته فكرة الشورى، يعني كتعريب للليبرالية وللديمقراطية معا، ومباشرة بعد خروجه من المنفى أسس حزب الشورى. النقطة الثالثة والأخيرة متعلقة بالديمقراطية الليبرالية. لا أحد يجادل في كون الوزاني رجل سياسة لا يرى مندوحة عن التمسك بأفكار ومبادئ ومناهج الديمقراطية، وفي كونه كذلك يقدم الديمقراطية على غيرها من أشكال الحكم كما يؤمن بصلاحيتها وأفضليتها، ومن يتنعن في فكره السياسي يلاحظ العلاقة الجدلية في خطابه بين الليبرالية والديمقراطية، حيث يتداخل في هذا الخطاب القول في الديمقراطية مع القول في الحرية والقول في حقوق الإنسان، فهو يفهم الحريات والحقوق قيما حامية للفرد من السلطة، ويفهم الديمقراطية على أنها تنظيم للسلطة في المجتمع بطريقة عادلة ومعقولة، فالحكم في رأيه ليس هو السيطرة والاحتكار والاستغلال، وإنما هو مسؤولية كبرى يتولاها من يستحقها بالطرق الشرعية الصحيحة لصالح الأمة كلها. ولم يكن هذا الحكم في رأيه كذلك إلا إذا كان حراً ديمقراطياً صحيحاً، ومثل ما تخدم الليبرالية الديمقراطية في رأيه فالديمقراطية تكرس الليبرالية، إذ بدون الديمقراطية كما يقول لا يمكن أن يسود إلا ما ينافي السيادة القومية والاستقلال الوطني من ظلم وجور واستغلال. ومن هذا التداخل بين الليبرالية والديمقراطية عارض الوزاني كل أشكال الحكم التي تقصي الشعب وممثليه، فناهض نظرية الحق الإلهي والحكم الاستبدادي ونظام الحكومات المطلقة والنظم الدكتاتورية ونظم الحزب الوحيد، كما ناهض نظم الديمقراطية الشكلية والتي كان يطلق عليها اسم النظم المتمقرطة، وفضل عليها جميعا الأنظمة الديمقراطية بشكل عام والأنظمة الديمقراطية الليبرالية بشكل خاص، وهي النظام الذي كان يطلق عليه نعت أحيانا الديمقراطية الحقة وأحيانا أخرى الديمقراطية المثلى، وكما سلفت الإشارة كان يعني بها الديمقراطية التي تتبنى مبادئ الفكر الفلسفي السياسي الليبرالي وتعمل بجوهره على أكمل وجه،
وكانت هذه الديمقراطية صالحة في كل أشكال النضال السياسي بالنسبة للوزاني، حيث نادى بها في عهد الحماية معتبرا إقامتها أمثل طريق للحصول على استقلال حقيقي ومحمي إزاء كل تسلط واستغلال، وهو مضمون المذكرة التي تحدث عنها الأستاذ أمين قبل قليل. كما نذر نفسه في عهد الاستقلال من أجل إقامة نظام حكم على أساسها، مطالبا من أجل إقامتها بتوفر للبلاد على دستور بمواصفات ليبرالية تراعي حقوق الفرد وحرياته وتقلص من سلطة الدولة. وفي هذا الباب اشتهر الوزاني بمطالبته بنظام ديمقراطي دستوري، كما طالب بنظام انتخابات حقيقي وشفاف، فاشتهر بدفاعه عن الديمقراطية التمثيلية. لقد ربط بين الديمقراطية وبين الاستقرار وبين الاستقلال في عهد الحماية، وربط بين بناء الاستقلال وبناء الديمقراطية عن طريق بناء المؤسسات الديمقراطية في عهد الاستقلال. فاختلف بذلك مع الأحزاب السياسية التي اقتصرت برامجها في عهد الحماية على مطلب الاستقلال، ومع الأحزاب السياسية التي منحت في عهد الاستقلال الأولوية لبناء الدولة وأجهزتها على حساب الفرد وحقوقه وحريته. وكخاتمة للموضوع أقول، من باب الوطنية دخل محمد بن حسن الوزاني ميدان السياسة، ومن باب السياسة اعتنق الفكر الليبرالي عبر باب فكر الأنوار وفلسفة الثورة الفرنسية، فبنى جوهر فكره على إعلاء شأن الحرية وشأن حقوق الإنسان والمساواة والتسامح، وما ارتبط بها من رد اعتبار للفرد ومن مناهضة للأنظمة الأبوية ومن تحجيم لسلطة الدولة ومن سيادة لحكم القانون. ومن باب إيمانه بالديمقراطية اقترح الديمقراطية الليبرالية نظاما لحكم المغرب، وطالب بدولة المؤسسات وبإقامة نظام ملكية دستورية حقا لم يدخل وسعا في السعي وراءها إلى أن وفاه الأجل. كان أمله إقامة دولة على أسس نظريات الحقوق العامة مرتبطة بها، ومرتبطة كذلك بعلاقة السلطة بالحرية ضمن منظومة فكرية هدفها الأول هو نفي الاستبداد والاستعباد. وما زال أمله لحد الآن هو أمل الكثيرين، ولن نكون مبالغين ولا مغالين إذا قلنا إن فكر الوزاني اليوم أكثر ظاهرية من الأمس الذي عاشه صاحب الفكر. شكرا والسلام عليكم.